إبراهيم عليه السلام محطم الأصنام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. بهذا التهديد المدوي بدأ أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام مرحلة جديدة من دعوته لله الواحد الأحد، فهو ولفترة طويلة من محاورته لبني قومه في مدينة بابل قدم الأدلة والبراهين على وحدانية الله سبحانه وعلى عظمته، وفي المقابل بيّن لقومه فساد عقيدتهم فيما يعبدونه من أصنام لا تضر ولا تنفع، كل ذلك بأسلوب عقلي ومنطق واضح وجلي. ولكنهم في مقابل ذلك لم يواجهوه إلا بكل تعنت وعجرفة، وعندما سألهم عن المبرر لعبادتهم تلك الأصنام ما قدموا إلا حجة واهية، وهي أنهم قد وجدوا آباءهم الأولين يعبدونهم، فلذلك هم يحذون حذوهم بهذه العبادة. وهكذا أدرك إبراهيم عليه السلام أنه بعدما زلزل الأسس المنطقية لعبادتهم كان لابد من أن يزلزلها مادياً، فأطلق تهديده بالكيد والنيل من آلهتهم بعد أن يولوا مغادرين المدينة كما اعتادوا أن يفعلوا في بعض أعيادهم. وحان موعد تنفيذ إبراهيم لتهديده، وجاء الظرف المناسب لتحطيم الأصنام، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. لقد نظر إبراهيم عليه السلام في النجوم ليعرف التوقيت والتاريخ والحساب، فعرف من خلال نظره في النجوم قرب حلول يوم عيد لهم يحتفلون به على طريقتهم الخاصة ويمارسون فيه الفجور والمنكرات. ولما تذكر نبي الله إبراهيم عليه السلام ما سيفعله قومه من السيئات يوم عيدهم أصيب بالهم والغم والضيق والحزن، وهذا هو السقم والمرض في قوله إني سقيم. أخبر خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام قومه أنه سقيم، ويبدو أن إخباره لهم بذلك جاء رداً على دعوتهم له للخروج معهم للاحتفال بالعيد، ولذلك تركوه وحده وخرجوا هم للاحتفال. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ فراغ عليهم ضربا باليمين. ويدخل إبراهيم الخليل إلى المعبد، وهناك جمع من أصنام القوم وتماثيلهم، وعند أقدامهم كان القوم قد تركوا أصنافا من الطعام والشراب ليأكلوه، فيسخر إبراهيم عليه السلام من هذا المنظر فيخاطب هازئا من الأصنام وهو يدرك عدم قدرتها لا على الرد ولا على الأكل. وعندها وعلى اسم الله يرفع فأسه لينهال عليهم ضربا وتحطيما. فجعلهم جذاذا
إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. وما هي إلا سويعات حتى يتحول أصنام المعبد إلى حطام. إلا كبير هذه الأوثان يبقي عليه خليل الله لغاية في نفسه، ثم يغادر المعبد. ويطلع الصباح على المدينة، ويرجع قوم إبراهيم من عيدهم فيقصدون المعبد، وهناك يروعهم المشهد. فقد تحطمت أصنامهم، إلا كبيرهم ظل على حاله والفأس معلقة على كتفه، وتعلو صيحات الاستنكار وطلب الانتقام من الفاعل. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. وسرعان ما يستذكر القوم تهديد إبراهيم بالنيل من آلهتهم. هذا التهديد الذي لم يأخذوه على محمل الجد، فهم ما تصوروا أن يجرؤ عليه إبراهيم. فكيف يفعل وهو وحيد وهم جمع كبير؟ بل كيف يأمن إبراهيم على نفسه من انتقام الآلهة؟ هذه الأسئلة دارت في أذهان القوم قبل أن يلجأوا إلى ملكهم الذي أصدر أمره بالبحث عن إبراهيم والإتيان به ليحقق معه أمام أعين الناس، ليكون إنزال العقاب به عبرة لمن اعتبر. هذا إن ثبت أنه هو الفاعل. وسرعان ما يحضر الجند إبراهيم، فهو لم يكن فاراً ولا متوارياً عن الأنظار، بل إنه ما كان ليقبل أن يكون التحقيق معه إلا علانية وبحضور حشد من الناس. ويقف إبراهيم عليه السلام هادئاً ثابت الجنان، قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. بسؤال واضح وصريح سئل إبراهيم إن كان هو من جرؤ على التسلل إلى المعبد وتحطيم ما فيه. كانوا يتوقعون أن يراوغ الرجل في إجابته، أو أن ينكر، أو أي شيء آخر غير جوابهم الذي فاجأهم به. كان جواباً ظاهره السخرية أو التمويه، لكن باطنه وحقيقته كان استمراراً في جداله العقلي والمنطقي. فها هو إبراهيم عليه السلام يشير بيده إلى الصنم الأكبر، ذاك الذي نجا من التحطيم بقصد منه عليه السلام، يمد يده ويتهم هذا الصنم بتحطيم من معه من الأصنام، وكأنه كان يشير إلى وجود الفأس معلقة على كتف الصنم كدليل ملموس على ما ارتكبه. ويذهل القوم من جواب إبراهيم،
وسرعان ما تزداد دهشتهم عندما يتبعه بكلام آخر يستفزهم أكثر، ولكنه يظهر عجز آلهتهم. فإبراهيم يطلب منهم أن يسألوا حطام الأصنام أو حتى الصنم الأكبر، فهم كانوا حاضرين وهم الأدرى بالحقيقة. هذا إن كانوا ينطقون أو كانوا حتى يعقلون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. من تأثر القوم بكلام إبراهيم القوي أنهم رجعوا إلى أنفسهم فلاموها واعترفوا بظلمهم وخطئهم. نعم، رجعوا إلى أنفسهم نادمين، إذ كيف يحاكمون نبي الله إبراهيم ويعتبرونه مذنبا وهم المذنبون المخطئون؟ فهم الذين يعبدون هذه التماثيل والأصنام ويعتبرونها آلهة، وهي لا تصلح لذلك، وها هي لا تجيبهم ولا تكلمهم. اعترفوا في داخلهم أن سيدنا إبراهيم على حق، وأنه ليس ظالما في تحطيمه للأصنام، بل هم الظالمون في عبادتهم لها، ولهذا همسوا فيما بينهم قائلين إنكم أنتم الظالمون. وهم في هذا الكلام يكذبون أنفسهم في كلامهم السابق. إنها لحظة صدق يمرون بها، وإنها ومضة نور نجح نبي الله إبراهيم في إيصالها إلى قلوبهم، فأشرقت بها لحظة ثم أظلمت من جديد. ففي هذه الإشراقة النورانية الخاطفة تكلموا بالحق، وبعد ذلك شعروا بالخزي فنكسوا على رؤوسهم، أحسوا أنهم قد غلبوا وهزموا، وذاقوا مرارة الانتكاس والإخفاق والذل، وأرادوا محاكمته، فخاطبوه خطابا كله خزي وذل ومرارة. قالوا له: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، فكيف تريد منا أن نسألهم؟ إنك تعلم أنهم لا يتكلمون. إذن